تري. المهور في الصين، تخيلوا ان المهور عندهم عادي. When you get married, how much you will ask your husband for money? For me? Yeah. $500,000. تقول 500,000 والسيارة والبيت والذهب بعد لازم يدفع. والله المهور في الصين غالية يا أخوان. هذه من عادات وتقاليد وسلوم الشعوب الصينية. تخيلوا صديقتها your friend how much she request money. Your friend married how much? My friend? Yeah. 500,000. 5 مليون. وباي وان معناته 5 مليون. 5 مليون. وباي وان 5 مليون. خويتها تقول أنا خويتي صديقتي أخذت 5 مليون. يا جماعة الخير، سقف الرواتب في الرواتب، سقف المهور في الصين يتراوح من 1 مليون إلى 5 مليون للعوائل الغنية، وفي المدن العادية والناس اللي على قدهم من 50,000 ريال وانت طالع الى 200 الى 300. Now that because only my friend's family is very rich. ما تقول عائلتهم اغنياء. No, every family. خلاص ان شاء الله when we get married you will give me discount. No, because now. انا ما بعطيك discount يا ابو زهره. خلاص I will not married from China. I will not married. سلام عليكم.